معك مؤمن إذ قاسي، كنا نتحدث عن الظروف المحيطة بكأس إفريقيا للأمم وما الذي يميز هذه المنافسة. تحدثت لي عن ربما تصريح للأخضر باللومي، واحد من الذين عاشوا لفترات كثيرة يعني الطبعات المختلفة لكأس إفريقيا للأمم. أول كرة ذهبية في الجزائر هو الأخضر باللومي، يعني لعب في وقت كان فيه مستوى الكرة الإفريقية كبير وكبير جدا، ومستوى البطولة الوطنية في أعلى مستوى. لما يتحدث لك لاعب على ظروف كهذه، فما بالك بلاعب لعب تقريبا كل مسيرته وكل مشواره في أوروبا يأتي يلعب في أدغال إفريقيا. صعب جدا اليوم لو لما تتحدث لي عن المنتخب المصري كاستثناء. لا قلت لك لا كاستثناء. لماذا؟ لأن الأهلي والزمالك، الميزة عند المصريين، الأهلي والزمالك يذهبون تقريبا كل عام في تلك الفترة كل عام بلاعبين محليين ينتمون لأهلي والزمالك ينشطون نهائيا. ولكن ما هي الحلول بالنسبة إلينا مؤمن؟ هل نعتمد على اللاعبين المحليين؟ الحلول بالنسبة لنا هي أن نلعب ونحاول دائما تحسين الأمور. يعني لما يجيك واحد كما سعدان ولا واحد كما بالماضي ولا واحد أخر يقول لك الظروف صعبة، يجب أن نحاول نلقى الحلول للعمل. اليوم استفدنا من دورة دولة، ذهبنا مبكرا، رحنا في وقت إن شاء الله يسمح لنا باش نحضره ويسمح بالماضي باش يعاين لاعبين. انت ماكش حاب تقعد في افريقيا، صارحني، هل تريد اللاعب في هذه الظروف ام لا؟ هذه هي الحقيقه. شفناهم في فرنسفيل، هناك من كان يريد ان يذهب الى بيته، تعب كبير. تتحدث عن دوره سابقه لا في 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 فرنسفيل في غابون، راينا جابون. هذا راينا في مونغومو كيف كانت الاجواء صعبه جدا للاعبين. ولكن هل مؤمن، هل اللاعب يلام لما يرفض المشاركة في مثل هذه الظروف؟ ليس يلام بكل ليس صراحة مؤمن. أنا ضد لاعب يرفض، ولكن أنت كمدرب أو كمسير عليك بدراسة الوضع في المنطقة التي سوف تلعب فيها وتحضر لها كما لازم. ولا خسرت الكرة القدم خسارة وربح. ولكن ما يؤسفنا نحن هي أننا هناك من يتكلم ويقول لا الظروف هذه تحجج. ليس تحجج، هذه حقيقة. أعطيني منتخب من غير مصر قدر يطغى في إفريقيا السوداء، لا يوجد. نحن لما لعبنا الدورات في تونس كان مردود جيد، لعبنا في المغرب تحصلنا على المرتبة الثالثة، تحلل لعبنا في ليبيا كذلك، في مصر لعبنا في مصر دينا كاس إفريقيا، صحيح ولا هل لا؟ ننتظر الآن في كل مرة نلعب دورة في بلد شمال إفريقي لكي نتألق أخي العزيز بعيدا في المنافسة؟ يعني أشعر أنك متشائم. لا هذا لست وتعطيني متشائم. إشارة سلبية ربما. اليوم قلت لك ما الذي تغير. لما ذهبنا إلى مصر في 2019 كان الكل يتكلم عن الكواليس والتحكيم، عن استحالة الفوز في مصر في بلد الفراعنة في بلد مقر الكاف، ولكن قلبنا المعادلة والموازين. اليوم إن شاء الله نأمل ونتفائل بذلك رغم صعوبة المأمورية. لأننا أنا لست مؤمن من يتكلم لاعبين لعبوا في إفريقيا يقرون بصعوبة اللاعب في إفريقيا.